بص انا ساعات بتطلب معاك ساعات ببقى قاعد عارف اللي هو قاعد انت فاضي ومش دماغك خلاص بقى انا مش طالب بلعب اي حاجه فيها مش عايز افكر كتير مش عايز اركز مش عايز اي حاجه ساعات بتطلب معايا اجيب ماب ملهاش اي علاقه بالحياه واقعد العبها صدقني يا صديقي المابات دي ساعات بتنفعك كتير قوي بتفرغ الطاقه السلبيه او بتشحنك طاقه سلبيه فانت وحظك يعني احنا مش هنظلم الراجل المحترم اللي جاب لنا الماب ده ولا مش عارف مين اللي حب الموضوع ودخل ترقص معانا بس قشطه يعني وواضح ان في ناس كتير عجبها الحوار فيعني مالناش دعوه خلينا متفقين ان احنا داخلين عشان ننبسط مش اكتر نرقص وننبسط ونشوف الماب دي اصلا بتقول ايه فبسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا باشا اول حاجه هي ماب اسمها سلاب يعني هو كده بالظبط اوفا شكلها يعني محترفه ما شاء الله 614000 فملناش فيه خلينا احنا في حالنا ثانيه واحده انت 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 عملت لايك عملت لايك صح شكلك كده بيقول عملت لايك حطيت كومنت ما حطيتش كومنت صح لا ما حطيتش عليت المايك لا ما عليتش علي انا صوتي اقسم بالله حط كومنت دلوقتي حالا نداء الى هذا الجمهور الرهيب حط كومنت دلوقتي حالا لك حريه ان انت تختار يا ودنك تبوظ يا تحط كومنت وتحط لايك فاختار لا يا اسطى انا ما يرضنيش ان ودنك تبوظ خلاص الموضوع عندي انا حط بقى لايك يا عم واحنا نشحتها منكم في ايه يا عم حط لايك يا عم ماشي يا عم. خلاص والله العظيم خلاص لا 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 نبتدي الجيم عشان كده بزياده بقى خلاص اول حاجه احنا محتاجين نجيب ايه بيض طبيعي ما هو المب من اولها باينه اضربه بالقلم وهات بيض خليها اوتوماتيك نشوفه هيعمل ايه ايه ده مفيش اي حاجه اوه في ناس كتير دخلت يا جدعان المب شكلها لسه في بدايتها وناس كتير هتخش عليها تعال نجرب اول حاجه قال لك لازم تضرب ده بالقلم اوكي يا لهوي ده انا نازل ايه ده ايه ده يا اسطى ايه ده يا اسطى ده نازل سخن قوي مش اسلوب يا باشا مش اسلوب حضرات يا رجاله بالراحه يا كابتن بعد اذنك انا اللي بلطش له بس لو سمحت بعد اذنك عارف اما تبقى في خناقه وتلاقي الناس كلها اتلمت ونزل ضرب وفي حد مش عارفين بيضربوه ليه يا جدعان اصبروا انتوا بتضربوه ليه مش ده الحرامي جري ما بتطلطيش مش بقول لك هتروق معانا وهتروش على الاخر ودماغك هتبقى فس ايوه ايوه سيب لي نفسك انت بس هو بص بص بيسال هو في ايه هو في ايه ايوه مفيش حاجه خلاص يا باشا مفيش حاجه مفيش حاجه احنا ضربنا واحد بس كده قفشناه هنا فمعاك جوز كوارع كان علقه طيب المفروض ان انت بتروح تلطش هناك وبعد كده تروح تكسب الراجل المحترم ده هناكل ليه يا اسطى اضرب نفسي انتوا بتهزروا صح يعني اكيد هو مش حاططني انا اول واحد عشان خاطر يقول نوب وحركات دي صح اكيد مش هضرب نفسي بس ما علينا الطرام ده سلو بلدهم فخلينا نشوف اللي هيحصل ايه يا رب يا رب بسم الله يا لهوي يا لهوي ايه يا اسطى انت ايه ده لا 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 انا مش هعمل كده تاني لا لا استنى يا اسطى انا بس اللي ضربني بعد اذنك ما تخشش يا عم مارتن استنى بقى واحد اتنين يا ابن اللذينه بيديني بالقلم ده اكيد كانشتش يا جدعان اقسم بالله بقالي كذا حلقه ما جبتوش معايا فهيقفش عليا اكيد قريب بص بقى الخمس هاند لما بتكسب وتاخد خمس والناس زي دي بتاخد هاند ديرت اوف ايه المعامله دي ما علينا يعني عشان نخش على البيجنر اصلا ده الايزي محتاجين 3000 وشويه 3500 بيجنر ولسه المافيا ولسه الفرخه حتى الفرخه اقوى من المافيا يا لهوي يا جدعان وده مش عارف بتاع مطافي ومش ده الراجل اللي بيبقى عملاق بتاع الحمامات ولا مش عارف بيسموه ايه رجل الحمامات رجل حمامات هو تقريبا ده الو صباح الفل يا عمنا عامل ايه نور بيسلم عليكم يا نور في واحد هناك هتروح تضربه بالقلم خد بالك اوعى يا اسطى ما علينا واضح ان الشباب ابتدت تشد حيلها وراحه جايه بتجري عشان تجيب بيتس وهتكمل فانا لازم الحق اجيب حاجه انا كمان كالعاده حظنا حلو بسم الله الرحمن الرحيم كومن ايه ده كلها كومن اصلا طب خلاص ماشي ادي قطوطه صغيره وهننجز ان شاء الله دلوقتي يلا بينا هنضرب بقى بالقلم كده لغايه اما نعلى بسرعه الرجاله كلها نازله ده ببص والله العظيم كاننا ايه يعني في سباق اضربوا ده تو بس بما اننا وصلنا ل 1500 في 1500 بتهيألي هنبتدي ندب هنا وشكلنا كده هنسبق الرجاله اللي معانا يا رجاله ايه مش محترفين ولا ايه والله دخلنا على 3000 ده احنا جامدين قوي كده يا جدعان خلاص كده ما حدش يتكلم معانا احنا كده عندنا مرحله الخط تخيل ده يبقى شغلك ماشي بتعمل ايه رايح النهارده تضرب حد بالقلم وسع وسع ثواني 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 احنا نازلين دب 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 احنا وصلنا ل 5000 واصلا المفروض نروح نجيب حاجات من الحاجات دي المفروض 3000 ونص ده نبتدي ناخد حاجه كويسه جدا يعني هنحاول بسم الله الحمد لله سيبنا الراجل اللي تبعنا الناحيه الثانيه وهننزل دب يا ابن الذين ده بيضرب جامد ده بيضرب جامد ده لا حلو حلو بكده بقى معانا 30 بيضه ف 30 بيضه بتهيألي احنا ممكن ناخد 10 بيضات او سوري ناخد 2 من انكومن من ده او هناخد حاجه رير من ده لو جمعنا 50 فايه رايكم نجيب ال 50 50 سهله والله حرام هو لابس خوذه وانا مش لابس خوذه ونازل دب فيه الواد بيبص بيصدعني في الضربه الواحده بس يعني الحمد لله جبنا ال 50 وهنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن نجيبه رير بسم الله
بسم الله. هو كلها رير يا اسطى، في مالك؟ اعتقد كده بعد ما جبنا 50 مش عارف مفتحوا لنا ده ولا لسه، بس احنا لغايه دلوقتي ما بيعلمش معانا مثلا اللون يتغير اي حاجه تحصل. فكده معانا دبدوب ومعانا قطه، فهنشوف دلوقتي هيدونا كام، وان شاء الله ناخد رقم كبير جدا وننجز. بسم الله. المفروض ان الضربه دي لا بينجز والله. بص 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 بص، اوف 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 اوف, أوف. يا لهوي عبال ايه يا عم، مفيش حاجه بيفتحش فريندز هنا يا عم، الصفحه دي ما بتفتحش يا عم، مفيش فريند خالص مفتوحه. كسرنا حاجز ال 10000 وسبقنا الرجاله اللي لسه في ليفل 1 وليفل 2، واحنا لسه هنا في ليفل 3 وقبل الاخير. خلاص يا جدعان ليفل 4 والله، قبل الاخير وهنوصل يا جدعان. ميلك شيك كود موجود في اللعبه، ممكن تستخدموه، انا لقيته على تويتر عندهم، ما اعرفش هيديني ايه بصراحه. طيب بكده وصلنا ل 40000، خلينا نشوف ال 40000 دول هيعملوا ايه. اول حاجه نروح على التشيكن، لا عند الراجل المحترم اللي لابس بدله ده وشكلنا كده هنعمل معاه السليمه. هو يا كابتن، لا الورده مش هتنفعك اقسم بالله، انت هتاكل ضرب يا ابن الذين، ده بيضرب جامد يا جدعان. لول لول، لا بس الحمد لله الحمد لله. خدنا كام بقى كده؟ خدنا كام؟ اوه 10000، يا لهوي 10000 يا جدعان، ده انا ممكن اجيب ايه بال 10000 دول؟ واو كلهم رير؟ نشوف كده، كلهم هيبقوا رير، كل البيتس هتبقى رير تقريبا. جبنا كل اللي في الصندوق، مش عارف هل ينفع نمسك خمسه ولا كام، بس يعني الاكيد ان احنا معانا حاجات قويه جدا. والله خمسه، بص النجمه وكلهم، كل اللي في الصندوق. يا لهوي بص يا جدع، انت يا عم انت، بص 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 بص، ده ال 41000 هنا سهل قوي، ده انا بتهيألي لو دخلت ضربت البتاع ده دلوقتي هجيب رقم مهول. بس ايه الباتل دي، ممكن نخش صد حد؟ نضرب حد بالقلم؟ لا يا عم حرام يا عم. تعالى كابتن، تعالى لعبني، تعالى تعالى، انت شكلك جامد، تعالى انت معاك كام؟ خد تعالى تعالى، ده انت هتاكل علقه، ده انت هتاكل علقه. انا اسف يا عم كينج، خد الولد، ما شفتوش اقسم بالله، ما شفتوش والله، حد شافه يا جدعان؟ اوف اوف، ده لو ضربني دلوقتي هيحصل ايه؟ استنى ما اشوف هو يضربني الاول، خليه هو يضرب الاول يا جامد. اديلك واحده بقى انا دلوقتي. انا اسف والله العظيم، انا اسف مش قصدي خالص ان انا اضربك بالشكل ده، بس هي الحيوانات اللي معايا والحيوان اللي جوايا، فما تزعلش مني يا اسطى حبيب قلبي. انتوا عارفين يعني ايه 10000؟ 10000 ده يعني المفروض ان ده الرمادي ده يبقى معانا، مش عارف بقى احنا بناخد الرقم الكبير ده ولا ايه الدنيا، بس الاكيد ان احنا هنسافر لحته تانية خالص غير الناس دي فيها، فخلينا نجرب. واو واو، سافرنا فعلا لمكان جديد، والمكان اللي بعده 250000 بس، ودي سهله جدا. يعني تخيل لما تقف هنا كده بتضرب كده ب 45 46000 47 كله ورا بعض، دب 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 دب، مفيش رحمه. طب هو احنا لو جبنا من حيوان من هناك هيقول لنا كام؟ شكلها كده تبقى رقم كبير. واو بص دي، ليجندري ده ب 5000. طب واللي جنبه ده مون، المون ده شكله جامد قوي. يلا بص، واو المون ده ب 15، نجيب ليجندري ولا نجيب مون؟ نستنى ونجيب مون. طب المون ده بكام؟ 15000. ممكن نرجع هناك نجيب، ولا نخلينا هنا نكسب؟ اوف هنا بكام؟ 2 مليون؟ لا يا عم خلينا نروح هناك الماب التانية نجمع ونجيب ال 10000 ونرجع تاني. استنى كده، ولا يكون الكود بتاع الجيم هو اللي ادانا البتاعة دي؟ مش عارف، خلينا نجرب كده، هل ده اللي هيدينا ال 10000 ولا الكود بتاع الجيم؟ يا رب يكون ده فعلا، عشان لو كان ده يبقى احنا مكسب يعني بص من هنا للصبح. وبا وبا، كود ببدلتك دي اتكل على الله. تصدقوا الكود، الكود هو اللي ادانا يا جدعان مش ده؟ اوف ده الكود ده كان معانا، عمل معانا الصح وزياده. يعني كده احنا عشان نجيب ال 5000 بالعافيه هناخد واحد ليجندري، مش هنقدر نوصل لرقم اعلى من كده دلوقتي. خلينا نجيب ليجندري ونشوف. بسم الله. واو يا ولد يا ولد، بص بص هو 55% بس معاه 3. الكلب الليجندري الاسطوره، انا مش عارف هو بيعمل ايه، بس اكيد ان هو هياخد الضربات اقوى بكتير من الاول، لانه بص البوست بتاعنا اعلى، والفضل في البوست عشان اصحابنا معانا في الماب. يا لهوي بص بص الرقم بيطير ازاي، اوف 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 اوف، ده احنا ممكن نوصل للمليون كده يا معلم. ثانيه واحده، انا اكتشفت اكتشاف ان احنا لو عملنا بالونات بس هيتعملوا ريستارت، وهناخد ريفيرس، والريفيرس هيخلينا اسرع، لكن حرام صح. انا ممكن اجمع ال 150 صرفناهم دول نجيب بيهم بيت كمان وبعد كده نرجع صح؟ ايوه نستخدم ذكائنا، نجمعهم نخليهم 5000 نجيب بيت، وبعد كده نبقى نضيع 50 كمان مش هتفرق. وبكده جمعنا 5000، فخلينا نجرب. بسم الله ال 5000 يا رب يجي لنا، ما هو كده كده هيجي لنا ان شاء الله حاجه حلوه يعني. اوكي واحد كمان كده، معانا كلبين والدنيا زي الفل. معانا بقى ايه 100، نعمل ريفيرس بقى دلوقتي، بيتهيألي دلوقتي احسن وقت هنعمل فيه ريفيرس، بناخد الدبل فعلا زي ما تخيلت. بص زيرو يا ولاد الايه، بس هل هنا هنضرب بص هنضرب اسرع كتير يا معلم، احنا كده بقى هنوصل اسرع، يبقى السر بتاعها هو الريفيرس. الريفيرس اللي جاي 100 وشويه سهله، جمعنا الكلاب نجري بسرعه على الراجل ده، نجمع منه ال 150 ولا ال 160 دول ونطلع عادي جدا. جمعنا ال 175 فخلاويص، نجري بقى نعمل ريفيرت من تاني. بسم الله.
واحده كمان بقى في ثلاثه. هنضطر نضرب طالما في الماب الاولى كده واحده واحده لغايه ما نعلى بسرعه عند 1500 نيجي هنا، عند 3000 هنيجي الناحيه الثانيه. بس بص السرعه كله في الانجاز، الناس لسه بتضرب واحنا عدينا يا باشا. ثانيه واحده، واحنا لو استخدمنا هاند ممكن تظهر لنا طيب ولا ايه اللي بيحصل؟ ازاي نجيب الهاند دي؟ واو بص بص بص، مجرد ما خدتها ادتني هاند الهواء حواليني ده ازاي بقت تخليني اضرب حتى اقوى كتير. واو 156 ده كده اقوى بكتير قوي، ده انا لو حققت فوز هجيب هاند قويه. يا لهوي انا ازاي ضيعت هاند ال 10000 وما استخدمتهاش؟ بس الحمد لله جبنا 2 بيتس فقشطه يعني متعوضه متعوضه ملحوقه. جبنا 150 فوز، تعال نشوف الهاند اللي بعد كده في 150 فوز هتبقى كام. اوه 100 وبعدين في 300، خلينا ندوس على دي دبل كليك ونشوف اللي هيبقى على ايدينا. اوه ايد النار، اوعى يا معلم الضربه دي تفتكر هتبقى بكام؟ بتهيألي سريعه جدا. بصوا كده واو 300 وشويه. بص 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 واو الانجاز، يا لهوي على السرعه، انا كده هوصل على 300000 بسرعه جدا. انا كنت متخيل المليون صعبه يا جدعان، لا المليون سهله جدا كده. انا كده اروح اجيب الاول 300 فوز وبعد كده نشوف الايد اللي وراها احسن. هي محتاجه يبقى فيها اوتو هنا بحيث ان هو يفضل يضرب اوتوماتيك على طول ورا بعضه كده مع نفسه، فاهم؟ زي ما بيضرب هناك اوتوماتيك يضرب هنا برده اوتوماتيك. بس اعتقد ان هم هيكونوا عاملين لها بروبوكس، لو حطينا روبوكس تهيألي هتبقى موجوده. طيب وادي 300، تعال نشوف الايد ام 300 هتضرب بكام. كان الدبل كليك بس ال 10000 كانت موجوده. اوه ايده فيها سلايم ولا انا بتهيالي سلايم فعلا. اوكي هنوصل عند 300000 دلوقتي، وال 300000 جايه في السكه. اوبا جايينك جايين لك يا معلم، ده الفرخه دي هتاكل ضرب. يا لهوي تعالى يا فرخه، تعالى يا فروش، خد يا فروش. ده واحد جوه الفرخه مستخبي بيها وعامل بق. واو يا معلم لا ده بيضرب جامد يا جدعان. هو الاتش بي ازاي انا عندي 100 وازاي عنده هو ما شاء الله 8 مليون؟ بس الفروش بتدينا والله ونات كتيره جدا، فالونات دي ممكن نستفاد. اوه هنغير اليد صح، الهاند في 500 دلوقتي ممكن نغيرها. استنى اشوف كده في 400 ولا 500، 400 ولا 500، في 300 و500. انا لسه محتاج كمان اكسب مره ومرتين. 500 مش عارف بقى اذا كانوا هيبدلوا لي الهاند ولا هيسيبوني يا جدعان. بس انا اوه بدلوا لي الهاند فعلا، بس لو حبيت اعمل ريفرس هيعملوا معايا ايه؟ اتقلق مفيش فايده، لازم نعمل ريفرس ونشوف. هيشيلوا الهاند، لو شالوا الهاند هزعل والله. بص يا ولاد الذين شالوا الهاند، شالوا الهاند وهتفضل تبتدي كل مره على كده والريفرس يفضل شغال واوتوماتيك زي ما انت شايف. بص كل الناس بتلعب على نفس الطريقه، يفضل يشيل الهاند ويلعب ريفرس وبعدين في بوس هنا ممكن تجري تضرب البوس، بس محتاج طبعا ليفل محترم. يا لهوي انا قلت والله هو رجل الحمام اهو موجود. بص البوس رجل الحمام ولازم 150 مليون عشان تعرف تخش له، لكن السرعه في الزياد كل مره طالما عملت ريفرس كتير بتلاقي البتاع معاك بص بتجري طلقه، يعني انت مش محتاج تستنى كتير عشان اي حاجه. يعني 300000 اللي قعدنا ساعه عشان نجيبهم دلوقتي بييجوا في ثواني كده وانت معدي، فالمليون رحلتها مش صعبه في الماب زي دي. بس ده كان فيديو خفيف كده سريع عشان خاطر تتفرج، ولو حبيت ان انت تكمل في ماب زي كده بقى عرفني عشان بحب الماب دي قوي. واللي عنده مابات زي كده يبعتها لي برده مفيش مشكله، والفريند والله ما في رقم كبير عشان اقدر اقبل كل الناس، بس بحاول اقبل كل اللي بقابلهم وبين وقت للتاني اشيل ناس احط ناس عشان محدش يزعل في الاخر. بس اكتب لي كومنت، وعلى قد ما انت بتبعت لي مبات بتقول لي يلا نلعب دي ودي حلوه ودي جميله ولا هي حلوه وجميله، انت طبعا قاعد معايا في الفريند هنروح فين من بعض. يلا اشوفكم بعدين، باي باي.